صباح الخير ومساء عليكم. ايه الاخبار؟ يا رب كله يكون تمام. النهارده هنعمل تجربه اول مره اعملها بصراحه على القناه ومش عارف هتطلع كويسه ولا لا. كل سنه بنتكلم على الايفون الجديد اللي هيطلع او الايباد الجديد اللي هيطلع او واتيفر الحاجه اللي ابل هتعلن عنها، ولكن النهارده هنتفرج مع بعض على الايفنت، هناخد كده اهم اللقطات واهم الرياكشنات بتاعتي على الايفنت، ونتكلم على حاجات اللي ابل اعلنتها جديد بحيث الموضوع يكون تلقائي ويكون مباشر. مش عارف الحوار دوت هيطلع كويس ولا لا، ولكن طبعا لازم تكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم. زي ما انتم شايفين الايفنت خلاص على وشك البدء، فبصراحه متحمس، والسنه دي حاولت على قد ما اقدر ان انا ما ركزش مع التسريبات بتاعه منتجات شركه ابل، عشان ما بقاش داخل كده عندي فكره واضحه ايه اللي هيتم الاعلان عنه، بس يعني وكاني مفيش اي تسريبات او اي حاجه وانا لسه هعرف ايه اللي قبل هتعلن عنه في الايفنت. فده فعليا ما بيني وبين نفسي حاولت كده اعمله الفتره اللي فاتت. فخلينا نشوف النهارده الايفنت بتاع ابل هياخدنا لفين. بحب جدا ايفنتات ابل لان هي بتكون اشبه بالفيلم، مش بس ايفنت بيتم الاعلان فيه عن حاجات وكده. فخلينا نبدا ونشوف ايه الحاجات الجامده او اللي مش جامده اللي ابل هتعلن عليها النهارده. اوكي، فواضح ان الايباد الجديد هو هينزل بنفس الشاسيه القديم عادي بتاع الايباد، ومبدئيا هو دوت مش الايباد برو او مش الايباد الاغلى عند شركه ابل، دوت الايباد المفروض الرخيص اللي هو هنشوف ثمنه كام كمان شويه. ولكن اوكي، فثمنه المفروض الايباد الرخيص اللي بيبدا من اول $330 على حسب كلام ابل، فدوت الايباد الرخيص وبيبدا كمان من $300 لو انت طالب او كده. فالمفروض الحاجات الجديده فيه هو نفس الشاسيه عادي. اكتر حاجات لفتت انتباهي جديده فيه ان هو في البروسيسور الجديد A13، ولكن الفرق الكبير عن السنه اللي فاتت اللي اتكلموا عليه ان الكاميرا الاماميه دلوقتي هم اهتموا بيها اكتر، بقت 12 ميجا بكسل، فبقت حاجه مناسبه اكتر للناس اللي بتتكلم فيديو كتير على الايباد بتاعها، ويبحث برضه الزاويه بتاعه العدسه واسعه قوي. وفي نفس الخاصيه اللي ابل اعلنت عنها في الايفنت اللي فات، اللي هي مثلا لو انت مش واقف في السنتر بتاع الصوره بالظبط او بتاع الفيديو، الكاميرا نفسها بتقعد تجيبك في النص كده، ولو حد تاني دخل معاك في الكادر يعني الكاميرا بتعرف ان انتوا اتنين، فبتجيب بقى توسع الكادر شويه، فبرضه بتبقى ميزه لطيفه جدا. فديت اكتر حاجات لفتت نظري يعني في الايباد العادي. اكتر حاجات ما كانتش في بالي بصراحه حوار الايباد ميني الاوضه مثلا، او اوف ريلي ايباد ميني بجد نايس. الايباد ميني دلوقتي الشاشه بتاعته بقت بنفس التصميم الجديد، الحواف الصغيره بنفس الفينجر برينت اللي موجوده من فوق. طبعا ده اداء اقوى بكتير، تقريبا كان 40% بالنسبه للبروسيسور، ويعني 80% بالنسبه للجي بي يو، ارقام كده يعني تطور كبير. ولكن برضه في نفس الوقت احنا بقالنا كتير ما شفناش ايباد ميني، فطبيعي لما ينزلوا ايباد ميني كتير التطور يكون كتير عن الجيل اللي فات. مش بقول ان هو رخيص، خصوصا ان هو لما بيجي لنا في مصر بيكون اسعار تانية خالص غير الاسعار الرسميه، ولكن هو دلوقتي كمان بيدعم التايب سي يعني السماعات بتاعته ستيريو، فاظن دوت اختيار مناسب جدا لاي حد فعلا عايز ايباد ميني، عايز تابلت يكون حجمه صغير. وبالنسبه للسعر مش شايف اللي هو السعر وحش اطلاقا. اوكي، خليني اقول لكم بكل صراحه الايباد ميني عاجبني جدا، رغم ان انا لو هجيب ايباد يعني مش هجيب الميني، هبقى محتاج حاجه يعني كبيره بالمره، ولكن هو هيبقى مناسب جدا لناس كتير. سعره ما يعتبرش كتير، سعره تقريبا $500، ودوت بالنسبه للايباد حاجه مش يعني مش غاليه قوي. وطبعا في نفس الكاميرات الجديده اللي حطوها في الايباد العادي، كمان الكاميرا اللي من ورا دلوقتي بقت 12 ميجا بكسل في الايباد ميني، ونفس الكاميرا الاماميه اللي موجوده في الايباد العادي اللي هم برضو طوروها بنفس العدسه الواسعه، اللي زي ما قلت قبل كده اختيار بصراحه جامد جدا لاي حد عايز تابلت صغير من وجهه نظري. خلينا دلوقتي هنخش على الابل ووتش، متحمس لها جدا لان كان في تسريبات بتقول ان هي شكلها هيبقى هيتغير يعني هيبقى مربع او كده، فيعني خلينا نشوف انا متحمس. حقيقي تحس ده هو فيلم مش ايفنت. اوكي، اللي انا شايفه قدامي نفس التصميم العادي، مش زي ما التسريبات قالت. بصراحه بالنسبه لي بالنسبه للابل ووتش مش عايز اعرف غير ان انتوا حسنتوا البطاريه وشكرا، مش عايز حاجه تاني. الابل ووتش بالنسبه لي كان فيها مفاجآت كتير حلوه ووحشه. الوحشة اللي انا بصراحة كنت متوقع ان هم يركزوا على البطارية، البطارية هي نقطة في ناس كتير قوي بتشتكي منها في الابل ووتش، فاللي هم يسيبوا نقطة الشكوى عامة ويروحوا يغيروا في الشاشة، يغيروا الشاشة احسن، شاشة ارفع بنسبة 40%. بالنسبة لي مش التحديث اللي انا فعلا كان نفسي فيه، كان نفسي في بطارية اكبر، لان ديت اكبر مشكلة يعني معظم الناس اللي بتستخدم الابل ووتش بيعانوا منها وبيتضايقوا منها. اوكي،
اوكي يعني حاجه جميله جدا، ولكن هما كمان يسيبوا البطاريه ويروحوا يحسنوا من الشحن، يخلوه شحن اسرع، نقطه جامده جدا. ولكن البطاريه، البطاريه فين يعني؟ على طول بنشتكي من البطاريه. انا واحد كابل يوزر على طول الابل ووتش بتاعتي يعني بتخلص بسرعه، بضطر اشحنها كل يوم. فهم استبدلوا الابل ووتش سيريس 6 بالسيريس 7 بتاع السنه دي، الاس اي اللي هي معايا لغايه دلوقتي لسه زي ما هي. السيريس 7 بقت ضد التراب اكتر والاتربه والحاجات ديت، ولسه ضد المايه، مع اني انا الساعه بتاعتي باظت من المايه، يعني اول ما نزلت بيها البول او نزلت بيها في مايه باظت، فيعني برضو مش بأتمن الكلام دوت مليون في المية. كل اللي عملوه هم حطوها مكان السيريس 6، والاس اي لسه زي ما هي وسعرها 400 دولار. ف يعني التحديث الوحيد في الشاشه، الشاشه بصراحه شكلها روش جدا، ولكن كنت عشمان قوي في حوار البطاريه دوت. بالنسبه لي ابل سايبه الجزء بتاع تطوير البطاريه دوت للجيل الجاي كميزه كده هم ضامنينها في جيبهم، اني اوكي يعني دوت الموضوع دوت ممكن نبقى نعمله السنه الجايه. ان انا ما اعتقدش ان الموضوع صعب بالنسبه لابل، يعني انا ما اعتقدش ان ابل مش بتطور البطاريه عشان هي مش عارفه، هي بس بتشيل الميزه ديت في جيبها عشان هي ضمنها دوت. يعني رايي وتوقعي ده كل الجديد في الابل ووتش الجديده، وهتنزل امتى لسه مش معروف، ولكن لاحقا في هذا الخريف. طبعا هيقعدوا يتكلموا شويه على فيتنس بلس اللي اصلا مش موجود عندنا في مصر. ف شكرا، خلصنا فقره الابل ووتش، خلينا بقى نشوف احنا داخلين على ايه. اوكي ايفون، ايفون اوكي، حركه الكاميرا الزجزاج اللي شفناها نايس. اوكي نايس، النوتش اصغر شويه بس يعني ستيل طبعا في نوتش. بالنسبه للايفون 13 سيريز الجديده بتاعه ابل، ايفون 13 ميني، ايفون 13، ايفون 13 برو، وايفون 13 برو ماكس، كلهم بنفس اسعار السنين اللي فاتت، نفس السعر 700 دولار، 800 دولار، 1000 دولار، و1100 دولار. ودي على فكره الاسعار الرسميه اللي الموبايل بينزل بيها بره مصر، لان في مصر الاسعار مش بتبقى معروفه، لان هي بتكون محدده على حسب التاجر اللي جاب الموبايل عايز يبيعه بكام. فانت في مصر مش ممسوك كده من حته السعر هيبقى كام، لان فعليا محدش يعرف، هتختلف من تاجر للتاني. الاسعار كلها اللي بقولها في الفيديوهات هي اسعار الرسميه اللي ابل منزلاها للمنتجات بتاعتها. اوكي بصراحه لغايه دلوقتي مفيش كلام مفيد غير ان شكل الكاميرات اتغير والنوتش صغرت شويه. في الايفون 13 وال 13 ميني شايفين كاميرات بشكل مختلف كده بالورب، ودي التسريبات فعلا كانت بتقول عليها، شكلها عادي بالنسبه لي، كل هدفها اني لما تتصور في المرايه الناس تعرف انك معاك الايفون 13 مش الايفون 12 يعني، فهتكون فرقه. لكن خليني اقول لكم ان الايفون 13 ميني والايفون 13 هما ما زالوا من رايي انسب ايفون للناس العاديه، الناس اللي عايزه تجيب ايفون ويكون قوي، دول يعني هيكونوا انسب حتى من النسخ البرو. وكيف بيتكلموا على الشيب الجديده بتاعتهم، وزي كل سنه اللي هي اقوى بروسيسور موجود مش عارف ايه. وحاليا داخلين على الكاميرات اللي بالنسبه لي لغايه دلوقتي شكلها اتغير، لكن من جوه بقى اتغيرت ولا لا يعني خلينا نشوف. عادت قبل كل سنه تنزل بروسيسور تعلي على نفسها مش بتعلي على حد تاني. الشاشه برضو المفروض احسن في الموبايلين، والسطوع بتاعها اعلى بنسبه تقريبا 28 او 30%. الكاميرا عموما اتحسنت عن السنه اللي فاتت من حيث التصوير في الضلمه وشويه كده مميزات خفيفه، احسنهم واكترهم اللي انا حبيتها جدا هي السينيماتيك فيديو، ودوت عباره عن خاصيه كده بتخليك تصور فيديو وتعرف تتنقل ما بين الفوكس كده بطريقه لطيفه جدا، بحيث انك تطلع في الاخر الفيديو بتاعك سينمائي لاقصى درجه ممكنه. انت هنا ممكن تغير الفوكس بتاع الفيديو بعد ما تصور الفيديو، يعني خلاص انت صورت الفيديو وجيت بتعمل له اديت على الموبايل بتاعك، تقدر تغير الفوكس من شخص للتاني، حاجه اول مره نشوفها في موبايل يعني في العالم كله، حاجه تمام. انا بصراحه مبسوط جدا بالميزه دي. اوكي فهم ضافوا مساحه جديده في الايفون 12، ويعني ال 64 جيجا ديت خلاص ما بقتش موجوده، وده بالنسبه لي يديني تفسير واحد بس، اللي هم كمان هيضيفوا مساحه جديده في الايفون 13 برو. انا قلت 12 صح، انا قصدي في الايفون 13، ودوت معناه بالنسبه لي اللي هم اكيد هيضيفوا بالنسبه للايفون 13 برو هيضيفوا مساحه جديده برضو، اللي هي ممكن تكون 1 تيرا، يعني ده توقعي الشخصي وهنشوف برضو. ايوه بقى دينا بقى في البرو، اور موست برو ايفون ايفر. اوه لون لبني نايس، ولا ده ازرق؟ عليهم شوية يا جماعة نقلات كده من كادر للتاني خطيرة. سماعة شكلها اتنقلت، اوكي سماعة اتنقلت، سماعة المكالمات اتنقلت للجزء اللي فوق خالص. النسخ البرو سماعة المكالمات طلعت لفوق شوية كده، فدلوقتي بقى عندنا في النسخ البرو سماعة المكالمات موجودة كده في أقصى الطرف بتاع الموبايل. الشاشة بتاعت الأيفونات الجديدة النسخ البرو
بقيت بتدعم 120 هرتز اخيرا. طبعا ده كان تسريب مستنيينه من السنه اللي فاتت، فشوفناه السنه دي. متحمس جدا ان انا اجربه لان البرو ريز بتاع شركه ابل اللي هو يعني الشاشه بتدعم 120 هرتز خاصيه انا كنت مستنيها من زمان، متحمس جدا ان انا اجربها. برضو الكاميرات كلها تعتبر اتغيرت في الايفون 13 النسخ البرو، ما اتغيرتش بطريقه جذريه عن السنه اللي فاتت ولكن اتغيرت. يعني مثلا دلوقتي النايت مود بقى مدعم في كل الكاميرات، والكاميرا الوايد بقت بتصور احسن في الضلمه، الكاميرا التليفوتو في الايفون 13 برو بقت بتدعم لغايه 3x، فديت حاجه لطيفه. وبقى في مود ماكرو موجود في النسخ البرو، متحمس ليه جدا لاني قبل مش من النوع اللي بتكروت الحاجه، فما دام هي حاطه لك مود للتصوير الماكرو في الموبايلات بتاعتها فاكيد هيبقى حلو، خصوصا اللي انت ممكن تصور ماكرو فيديو سلو موشن، فدوت برضه انا متحمس ليه جدا اللي انا اجربه واشارك معاكم تجربتي. عجبني قوي في الايفنتات بتاعت ابل اللي هي مش بس بتعملها للناس اللي عايز تشتري ايفون، ولكن كمان كده زي بتلوح من بيت او بتشاور من بعيد للمبرمجين، بصوا احنا عندنا الناس اللي بنشتغل معاهم ممكن يقدروا يعملوا ايه، وبص احنا مديلهم فيتشرز قد ايه. فبرضه الناس المبرمجين واتيفر في انه برنامج يبداوا يقولوا طيب ليه ما نبقاش احنا كمان يعني نعمل حاجات كده روشه على الايفون زي ما في شركات تانية عامله. يعني الحوار ده مش بشوفه في اي شركه بصراحه غير الايفنتات بتاعت ابل، وبصراحه في حاجات كتير مش بنشوفها غير في الايفنتات بتاعت ابل يعني عشان نكون واضحين. اوكي، فالايفون 13 برو والايفون 13 ميني بيقعدوا اكتر ساعه ونص، والايفون 13 العادي اتطور بنفس مقدار الايفون 13 برو ماكس، الاثنين هيقعدوا اكتر من الاجيال اللي فاتت بساعتين ونص. ولكن السؤال بقى هنا، هل معنى كده ان ايفون 13 العادي هيقعد اكتر من الايفون 13 برو بالنسبه للبطاريه؟ يعني سؤال بصراحه بطرحه واظن هنعرف اجابته لما نجرب الموبايلات. بيني وبينكم ساعه ونص ديت انا مش شايفها بطاريه جامده جدا وخلاص المشكله اتحلت، ولكن هي اكيد هتكون احسن من الايفون 12 برو، لان انا كنت بصراحه اني بقابل مشكله شويه في البطاريه في الموبايل دوت. يعني عموما ما كانتش احسن حاجة، خصوصا مع اللي انا بجرب موبايلات كتير تانية بالبطاريات بتكون احسن بكتير. اوكي، زي ما توقعت في مساحة جديدة 1 تيرا موجودة في الايفون 13 النسخ البرو. الموبايلات ديت عموما ممكن تطلبها من اول يوم الجمعة الجاية او تعمل لها بري اوردر، وهتنزل السوق، طبعا مش السوق في مصر يعني السوق برا مصر، يوم 24 اللي جاي. فبصراحة متحمس جدا للموبايلات ديت، ومش عارف ازاي ممكن اجربها في اقرب وقت، ولكن اتاكدوا ان احنا هنحاول نجربها في اقرب وقت، وهنعمل لكم طبعا يعني انبوكسنج وفيرست امبريشن ونعمل كل حاجه عايزين نعملها. وبس كده ديت حقيقي، وبس كده يعني دوت مش ملخص للمؤتمر يا جماعه، ولكن ده ملخص للحاجات اللي لفتت انتباهي في المؤتمر بتاع ابل، بالحاجات اللي انا كان نفسي اشوفها، بالحاجات اللي انا ما كنتش متوقع ان انا اشوفها، شبه حوار السيري 7 دوت من ابل ووتش. كنت متوقع حاجه ولقيت حاجه تانية خالص. مبسوط من حتة اللي انا ما عدتش ابص على التسريبات، وما اظن ان انا هكرر نفس الموضوع يعني السنة اللي جاية، لان الموضوع بيديك حماسة اكتر وانت بتتفرج على الايفنت، فاظن ان انا هعمل نفس الموضوع السنة الجاية. للأسف ما شفناش سماعات جديدة من شركة ابل ايربودز، كان في تسريبات ان هيبقى في سماعة جديدة، وكل اللي كان بيجي يسألني يقول لي بيقولوا يعني هتنزل سماعة جديدة، وانا كنت من توقعي برضو ان ابل مش هتنزل السنة دي، وبالفعل ما نزلتش. وللأسف برضو أنا كنت متحمس جدا إن أنا أشوف ماك جديد من شركة أبل في الإيفنت دوت، ولكن برضو ما أعلنوش أو ما جابوش سيرة الماك الجديد، لأن أنا متحمس له جدا خصوصا بالشيب الجديدة بتاعت شركة أبل اللي بدأت تحطها في اللابتوبس بتاعتها. يعني كنت متحمس إن أنا أشوف لابتوب جديد، ولكن للأسف ما شفناش. لو انتوا عايزين تشوفوا المنتجات بتاعت أبل بتقنية الـ AI أكيد روح على الانستجرام، عاملين كده الجو روش جدا هناك، او على تيك توك هتلاقوا اللينكات كلها تحت في الديسكريبشن. طبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناه لو انت لغايه دلوقتي لسه مش عامل. وبس كده، دي كانت كل حاجه في الفيديو بتاع النهارده. شكرا على شفتوا الفيديو يا جماعه، واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه. سلام.